وبالنسبة للحسابات المتعثرة، ذكر الوزير أن عدد المتعثرين من المواطنين والشركات التي أغلقت حساباتهم بسبب تراكم مبالغ الفواتير بلغ 577 حساب. الاهتمام المواطن اليوم نرى طبعا اسهر في الواقع في ظلمة، في ظلمة صراحة مقطوع عن الكهرباء، العائلة تشتتت، بعض العوائل في الأطفال في يده ويدته ومرئيس والزوج مع زوجته في بيته في بيت آخر، ولكن هناك اسهر في الواقع تحتاج منا إلى المتابعة، تحتاج من وزير الكهرباء والمسؤولين أن يتابعون أول بأول بهذه الأسر، 24 أسرة ما يقارب 150 شخص متعثرين، أسر متعثرة الآن. لا أتمنى طبعا وزير المجلسين يرفع رأسي ويسمعني، ووزير والوزراء طبعا اللي موجودين كل واحد مكندس لي كذي، انظر إلى المتحدث يا معالي طبعا وزير المجلسين. خليك معي سعادة النائب، أنا أستمع لك وأنت تتحدث مع رئاسة ولا أنا أتحدث بعقلانية معالي الرئيس، أنا أريد حل. بداية سعادة النائب، طبعا كنسبة 24 حساب من أصل 135 ألف حساب بحريني مدعوم، يعني نسبة قليلة جدا، ولكن أطمن سعادة النائب نحن لا نقبل وبتوجيهات من القادة الرشيدة أن تظل هناك أسر بحرينية بدون كهرباء. وجود 24 حساب لا يعني أنهم اليوم غير بدون كهرباء، قطعت قد يكون هناك عدة أسباب، قد يكون تغير عنوانه، غير مسكنه، غير نمط الاستهلاك، غير العديد من المعطيات قد تكون هناك. النقطة الثانية سعادة النائب، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أيضا تدعم الأسر ذات الدخل المحدود في فواتير الكهرباء، وهذا جزء من التزام الدولة تجاه هذه الفواتير، فهناك دعم للدولة مقدم لهذه الفئة. تطرق سعادة النائب إلى الحالات الإنسانية ومدة التقسيط لمدة 10 سنوات. سعادة النائب 10 سنوات ليست بالبسيطة. سعادة النائب إحنا ملزمين بدفع قيمة الكهرباء خلال 42 يوم عمل سعادة النائب، ونحن نقسط إلى 10 سنوات. مثل ما طرحت حبيت أوضح سعادة النائب أن نحن نمارس أقصى درجات المرونة سواء مع المواطنين سواء مع القطاع التجاري في موضوع الفواتير، ولا نتعامل بجفاف مع هذه الفئة. شكرا معالي الرئيسة. شكرا.